الخلطات اللي راهم يشرو فيهم، خلطات زيادة الوزن، خلطات المنحفة السحرية السريعة، كل هذا التسميات والمسمنة، يعني المسمنة السريعة، كل هذا المكونات مادام ما شافتش عينك واش كاين داخل بوكال داخل هذيك العلبة الزجاجية يعني ما تأمنش. أنا نقدر نقول لكم أنه حاليا راهم يديروا فيهم لي كورتيكويد، يروحوا يشرو دي كورتيكويد على شكل أقراص ويرحوهم يرحوهم شوية ويديروهم داخل هذيك الخلطة اللي هي عبارة عن عسل، حين يزيدوا لها عسيلة ساسي سيغ، ويدير لك شوية تاع جوز وبزاف تاع كاوكاو، ويقول لك هذه خلطة منحفة عفوا مسمنة وراح تزيد لك في الوزن. هي في الحقيقة باش ما نتهمش كامل اللي راهم يخدموا في هذه الخلطات، راهم يزيدوا لها هذه الأدوية تاع لي كورتيكويد. لي كورتيكويد واش يديروا؟ راحين ينفخوا، وبالتالي يقول لك غير تاكلها الاسبوع الاول راك راح تسمان راح تكتسب اكزاكتومون راح تكتسب 5 كيلو في الاسبوع. فالناس كيشوفوا هكا يقول لك هات يعني صبت البرودوي ميراكل تاعي.